نعود من جديد إلى قصة أبناء الوزراء الذين يعيشون ويتمتعون بمال الشعب والخزينة العامة. هذه المرة نعود بفضيحة جديدة للوزير الأول بدوي، حيث انتشرت لابنه عديد الصور وهو يقضي مختلف أوقاته خارج الوطن وفي الملاهي الليلية. فمن أين لك هذا؟ وكيف لشاب لم يتجاوز 25 سنة أن تكون له ثروة بهذا الحجم؟ وفي الجزائر هناك شباب تجاوزت أعمارهم 30 سنة ما زالوا ينتظرون ردا من الحكومة من أجل منصب عمل، فإلى أين يا بلادي؟ وفي الأخير اللهم احفظ بلادنا من كل سوء. سلام.